أهلا بكم. الخريجون في العراق لا يجدون وظيفة، وإيران على الجاهز تريد الاستيلاء على حقوق العراقيين حتى في التوظيف والعمل ببلدهم. فأثناء زيارة وزير الصحة العراقي صالح الحسناوي لطهران، أعلن نظيره وزير الصحة الإيراني بهرام عين إمكانية إرسال كوادر طبية إيرانية للعراق وعقد اتفاق يشمل الصناعة الدوائية. لماذا تستقطب الحكومة في العراق أطباء وممرضين من إيران بدلاً من تهيئة الظروف الملائمة لتوظيف أبناء البلد في نفس الاختصاص، وخاصة أنهم بلا عمل؟ لماذا لا توفر الحماية اللازمة للأطباء العراقيين أهل البلد؟ لماذا يأتي الإيراني ويحتل حق المواطن العراقي حتى في وظيفته وأمله ومستقبله؟ هل يعقل ذلك؟ هل تريد إيران قضم العراق من خلال وزارة الصحة كما ابتلعته سياسيا واقتصاديا؟ ذكر تقرير لبرنامج الأغذية العالمي أن البطالة في العراق تتجاوز 40%، كما أن بحسب صحيفة الجارديان البريطانية فإن 70,000 من الأطباء العراقيين هاجروا خوفا على حياتهم، و 87% من الأطباء العراقيين في بغداد العاصمة تحديدا تعرضوا للعنف والابتزاز. في هذه الحلقة مشاهدينا الكرام نضع تحت الضوء هذه القضية وأسباب البطالة في العراق وازدياد معدلاتها والبطالة المقنعة، ولماذا تريد إيران الاستحواذ حتى على الصحة، على القطاع الصحي في العراق. سيكون معي في هذه الحلقة الدكتور عرفان الشمري، طبيب عراقي. دكتور عرفان مرحبا بك. يا مرحبا. والأستاذ عبد القادر النايل، عضو اللجنة العليا للميثاق الوطني العراقي. أستاذ عبد القادر مرحبا بك. أهلا وسهلا بك ومشاهديكم الكرام وبضيفك العزيز. أهلا بضيوفي الكرام. مشاهدينا الكرام نشاهد بداية هذا التقرير ثم نبدأ الحوار، كونوا معنا. صعوبة الظروف التي مر بها العراق منذ احتلاله في عام 2003 أدت إلى زيادة نسبة البطالة في بلد غني بالنفط والموارد الطبيعية، حيث انتشرت البطالة لدى فئة الشباب بشكل كبير جدا نتيجة الفساد والمحاصصة وغياب التخطيط والرؤية، وسط عدم الاستقرار الأمني والسياسي والاقتصادي في بلاد الرافدين. الجهاز المركزي للإحصاء في العراق قال في وقت سابق إن معدل البطالة في البلاد بلغ 16.5%، بينما ذكر تقرير لبرنامج الأغذية العالمي أن البطالة في العراق تتجاوز 40%. تجاهل السلطات الحكومية للقطاع الصحي والعاملين فيه الذين فضل الكثير منهم الهجرة خارج البلاد جعل إيران تحاول انتهاز الفرصة عبر إرسال أطبائها ضمن مساعيها لابتلاع العراق سياسيا واقتصاديا، وهذا ما أكده تصريح وزير الصحة الإيراني بهرام عين اللهي الذي أعلن فيه إمكانية إرسال كوادر طبية للعراق وعقد اتفاق يشمل الصناعة الدوائية دون التطرق إلى التفاصيل، وذلك أثناء زيارة وزير الصحة الحالي صالح الحسناوي لطهران. مراقبون تساءلوا عن جدوى استقطاب العراق أطباء من إيران، وهو بلد محاصر ومنعزل عن العالم ولا يمتاز بالتطور الطبي، بدلا من معالجة جذور الأزمة بتوفير تخصيصات مالية كافية تحول دون بقاء آلاف الخريجين من الكليات الطبية بلا فرص عمل، إلى جانب توفير الحماية اللازمة للأطباء الذي هاجر منهم ما يقارب 70,000 خلال السنوات الماضية خوفا على حياتهم، لا سيما أن 87% من الأطباء في بغداد تعرضوا للعنف والاعتداء والابتزاز بحسب صحيفة الجارديان البريطانية. مع ارتفاع نسب البطالة في العراق فإن إيران تسعى إلى فتح منفذ جديد داخل العراق تخفف من خلاله وطأة أزمتها الاقتصادية التي باتت تخنقها،
لا سيما بعد تصدير منتجاتها وأدويتها سيئة الجودة إلى العراق رغم العقوبات الدولية. ومن هنا فإن طهران تساهم في تفاقم الأزمات الاقتصادية في العراق، ما ينذر بعواقب وخيمة يتحمل تبعاتها الشعب العراقي. نبدأ معك دكتور عرفان يونس الشمري، طبيب عراقي. يا ترى العراق مشهور بنوعية أطبائه على مر الزمن، يعني إذا تحدثنا عن فترات القرن العشرين، إذا تحدثنا عن فترات 2001 2002 و3 وحتى هذا الزمن، عندما يسمع الأوروبي بالطبيب العراقي يرفع له القبعة. ما الذي جرى في العراق الآن؟ هل العراق فقير أطباء، فقير ممرضين، فقير كوادر طبية حتى يستقطب الكوادر الطبية والصحية من إيران؟ ما الذي يحدث في العراق حتى تستقطب الحكومة الإيرانيين لتحتل وظائف العراقيين؟ تحية لك دكتور ولضيف الكريم أستاذ عبد القادر ولجميع المشاهدين الكرام. نبذة مختصرة عن ما يحصل يعني بالعراق. مع تزايد عدد السكان في دول العالم راح تكون هنالك زيادة في عدد الأطباء والممرضين والمدرسين والعمال بما يتناسب مع هذه الزيادة، يقابل أيضا زيادة في إنشاء بنى تحتية تتناسب مع متطلبات هذه الزيادة السكان. النسبة المعتمدة عالميا في أغلب الدول في أغلب دول العالم هي بتوفير 2 إلى 4 طبيب لكل 1000 نسمة. 2 إلى 4 طبيب لكل 1000 نسمة. بعض الدول استطاعت أن توفر 5 أطباء لكل 1000 نسمة، وهذا يعتبر إنجاز عالي. بالعراق المصيبة أنه الآن أن هذه النسبة ضئيلة جدا، فهي عبارة عن 0.83 طبيب لكل 1000 نسمة، لكل 1000 شخص. وهذا ادى الى ارباك يعني في القطاعات الصحيه. لكل طبيب يجب ان يتواجد هنالك 4 ممرضين، هذه قياسات عالميه معترف بها، هذا ايضا ما موجود عندنا بالعراق. هذا كله باسباب يعني عدم الامان، اختطاف الاطباء وابتزازهم، الكليات الطبية قاعدة تخرج أطباء، يعني عدد جدا قليل من الأطباء لا يتناسب مع الحاجة الموجودة داخل البلد، وبالتالي هذا أثر على إيجاد الخدمات الصحية اللازمة لهؤلاء الأطباء، بالإضافة إلى جائحة كورونا أدت إلى فقدان عدد كثير من الأطباء، لم يتم استبدالهم أيضا. فهذه دكتور واحدة من الشغلات المهمة اللي يجب أن نخليها يعني نقول عليها يعني حالة إحصائية يجب أن تتوفر في كل بلد ما متوفرة عندنا بالعراق. الآن وزارة الصحة يا ترى هل تمتلك القدرة على تقييم الكوادر الطبية والممرضين الذين سيتم جلبهم من إيران وفق ما جاء في هذا الحوار الصحفي أو هذا اللقاء ما بين وزير الصحة في العراق ووزير الصحة الإيراني؟ كلها أسئلة يعني تدور في أذهاننا. وإيران كما هو معلوم دولة بحسب وصف يعني أطباء دوليين أنها في الإطار الطبي هي دولة متخلفة ومنعزلة عن العالم، معزولة عن العالم. فالعراق يستقطب الأطباء من إيران، بالتالي أكيد هناك يعني رؤى سياسية من وجهة نظر الأستاذ عبد القادر النايل. اسمح لي دكتور عرفان سأعود إليكم مرة أخرى. أستاذ عبد القادر، يعني العراق غني سواء بثرواته البشرية بثرواته المادية، ولكن الصبغة التي تطغى على العراق ما بعد الاحتلال من بعد 2003 هي ازدياد نسب البطالة في العراق. الخريجين يتم يعني حتى استثمارهم أو استخدامهم ربما أو إغراءهم في موضوع الانتخابات، انتخبونا وسوف
يعني نستحدث وظائف لكم، استخدموا الخريجين كورقة ضغط على مر السنين، وعندما جاءت الفرصة لتعيينهم يرى خبراء اقتصاد أن هذا التعيين هو استنزاف للخزينة وبطالة مقنعة دون أي إنتاجية. يا ترى لماذا في العراق فقط هذه الأساليب متبعة؟ العراق كل شيء يسير داخل تدمير، لا الإعمار ولا نحو البناء الوظيفي أو البناء الاجتماعي أو البناء الذي يمكن أن يصب في صالح المواطن من أجل أن تكون هناك حياة سلمة للإنسان، سواء كان الإنسان الصحي أو الإنسان الاجتماعي أو الإنسان الشخصي. وبالتالي ما يحدث حقيقة هو مسلسل كبير يتعرض إليه العراق من أجل الاستنزاف. الصوت غير واضح للأسف أستاذ عبد القادر، للأسف أستاذ عبد القادر الصوت غير واضح أستاذ عبد القادر، سوف نعود إليك مرة أخرى بعد تأمين الاتصال بشكل أفضل إذا سمحت لنا أستاذ عبد القادر. بالعودة إليكم دكتور عرفان. دكتور عرفان. نعم نعم أستاذ. دكتور تسمعني الآن دكتور عرفان؟ دكتور، يعني موضوع دائما العراق ما بعد 2003 الطبيب مهدد من قبل الميليشيات، مهدد من قبل أهالي المرضى حتى، يعني يتم الاعتداء على الطبيب لأنه يعني الله توفى المريض، يعني خلص هذا يعني خبوزته لهنا وخلصت وتوفى، فيبتلي على عمر الطبيب، يجون عشائر المريض ويحاولون يعتدون بشكل فعلي على الطبيب، بالتالي خاف على حياته، وصارت هذه الأجواء بيئة غير صالحة لبقاء الأطباء في العراق. فلماذا نحن نلوم الحكومة مثلا أنها تستقطب أطباء من إيران تحديدا؟ هل الأطباء في إيران جديرين بأن يكونوا أطباء في العراق؟ هل سيخضعون إلى معايير صحيحة من قبل وزارة الصحة مثلا لمعرفة هل إن كان هذا الطبيب فعلا يمتلك الحد الأدنى من المعايير المطلوبة؟ دكتور، هو استقطاب من إيران هو قرار سياسي علمي أو اجتماعي أو إنساني بحت، هذا قرار سياسي. من هي الجهة المسؤولة عن تعيين أو استقدام الأطباء؟ هي جهة لها علاقاتها وإلى ولاها إلى دول الجوار، ما لها علاقة، ما لها أي ولاء للعراق. لا توجد هنالك خطة خمسية أو خطة على مدى بعيد لتخريج أطباء. إحنا اللي كنا معروف سابقا إنه الأطباء، لأنه كل وزارة التعليم ووزارة الصحة ووزارة التخطيط يعدون خطة لتخريج أطباء، ترفع هذه الخطة إلى وزارة المالية، ووزارة المالية تقرها بعد ما يتخرجون الأطباء حتى يشوفون لهم عمل في قطاعات الصحة. هذا الموضوع، هذه الخطة غير موجودة الآن. هنالك أطباء يعني صارت عليهم ضغوطات عشائرية، ضغوطات أمنية، اضطروا إلى ترك العراق. هنالك أكثر من 70,000 طبيب عراقي متميز خارج العراق الآن، بضمنهم 5,000 طبيب معنا في بريطانيا. هذا العدد بسبب قلة الخدمات، بسبب قلة الأمن، انعدام الأمن، انعدام القانون، سيطرة تلك الجهة وأخرى على مقدرات وزارة الصحة وعلى مقدرات الدولة، دفع الأطباء العراقيين إلى الهجرة. لكن توفير كوادر طبية من خارج العراق، هذا الحقيقة يعني شيء مضحك ومبكي في نفس الوقت، لأنه الطبيب العراقي يتميز بقدرات علمية عالية جدا. أذكر في عام 1987 عندما كنت طالب في كلية الطب، سوينا امتحان طب بغداد وطب المستنصريه وطب الموصل مع رويال كوليدج اوف سيرجنز ان ايرلند، اللي هو الكليه الطبيه الملكيه الايرلنديه. نفس الامتحان امتحنا كل الكليات،
كليات الطب العراقية تفوقت عن طلاب كلية الطب العراقية، تفوقوا عن 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 الكلية الملكية في أيرلندا، وهذا معروف، هذه صارت في سنتنا لما أنا كنت طالب في كلية الطب. فهذا الموضوع دكتور حقيقة يعني مخجل أن نسمع إنه وزارة الصحة تستخدم أطباء من خارج العراق، ولدينا الكثير من الكفاءات التي بإمكانها أن تبدع داخل البلد وتقف بالبلد شامخا، لكن مع الأسف ما باليد حيلة دكتور. نعم دكتور عرفان. أستاذ عبد القادر النائي، لماذا يحارب الرجل الكفوء في العراق سواء كان طبيب أو مهندس أو معلم أو عالم؟ يعني مرحلة الحرب على الكفاءات وقتل الكفاءات وتهجير الكفاءات بدأت عام 2003، ولكن الآن تأخذ منحا آخر وهو عدم تهيئة الظروف الملائمة لعودة الأطباء الذين هجروا والذين خافوا على حياتهم ففضلوا أن يبقوا في أوروبا مثلا أو أمريكا أو باقي الدول. هنا عدم تهيئة الظروف الأمنية وعدم تخصيص من الميزانية المخصصات المالية الكافية لتهيئة هذه الظروف تحت مسمى سوء إدارة أو تحت مسمى فساد، هل هذا الأمر متعمد؟ يعني الناظر إلى السياسات المتبعة للعملية السياسية وللحكومات المتعاقبة منذ 2003 إلى يومنا هذا نجد أن هناك ثباتاً واضحاً في عملية استهداف الكفاءة العراقية، ولذلك رأينا أنه حتى جامعاتنا أصبحت خارج مؤشرات الجودة. هذا كله حقيقة يعطي انطباعاً واضحاً على أن العمل ممنهج ذا مشروع خبيث يراد من خلاله حقيقة الذهاب باتجاه تصفية الكفاءات إما هجرة أو بطالة أو عدم إيجاد آلية لتوظيف الخريجين بناء على النسب المقدمة، وهذا كله حقيقة يخضع إلى أن سوء وزارة التخطيط وعدم التخطيط لاستيعاب الطلبة ولاستيعاب الخريجين ولبناء المؤسسات ولخروج المتقاعدين وإيجاد وظائف ولإيجاد يعني أيضا وظائف ساندة ليست يعني حكومية. هذا الأمر يعني سوء التخطيط، هل هذا الأمر متعمد سوء التخطيط؟ يعني العراق كما هو معلوم يعني مليء بالكفاءات، ويعني الإنسان العراقي معروف على مستوى العالم بذكائه وإبداعه، يعني هذا الأمر يشهد له العالم ككل، ولكن في العراق عندما نقول لا تستطيع أو سوء التخطيط مثلا أو سوء الإدارة، ألا يكون هناك خطين باللون أحمر تحتها؟ هل هو فعلا سوء إدارة وسوء تخطيط أم أن هذا الأمر متعمد ويراد أن يكون منهجا؟ يعني أنا أسلفت لك أن العملية السياسية منذ 2003 هي عملية ممنهجة، والممنهج هو ذات المشروع المتعمد الذي تتعمده السلطات الحكومية لإيجاد وسائل متنوعة من أجل إنهاء الكفاءة العراقية داخل العراق. وقلت لك أن الجامعات العراقية خرجت من دائرة الجودة لهذا السبب، ولذلك هم حتى يصلون إلى عدة غايات. الغاية الأولى وهي مرحلة الاستيطان الذي نصله الآن، وهي عملية تسليم دوائر الحكومة ومؤسسات الدولة إلى الجانب الإيراني. لماذا يعني نذهب إلى إذا كنا نحتاج؟ يعني أشار ضيفك الكريم الدكتور عرفان يونس الشمري إلى ما يحتاجه المجتمع وفق البناء العلمي العالمي لكوادر طبية. طيب هذه الكليات الطبية التي تخرج، أين يذهب هؤلاء الأطباء؟ لماذا لا نحمي أطباؤنا؟ يعني بالأمس القريب كنا نتكلم عن اقتيال عدد من الأطباء ومنهم الطبيب في ديالة الذي قتل شر قتله. لذلك عمليات الاستهداف التي تأتي إلى الكوادر العلمية في مختلف الاختصاصات والاقتيالات التي حدثت وعمليات إخراج الجامعات العراقية هو هدف ممنهج متعمد لإفراغ العراق من كفاءاته ولجعل الشعب العراقي يعتمد على الغير، تمهيدا إلى خطوة كارثية كبيرة تتعمدها السلطات الحكومية والحكومات المتعاقبة ذات المشروع الإقليمي منذ 2003، وهو المشروع الذي اعتمد على الهيمنة الإيرانية المطلقة بتواطؤ أمريكي بشكل صريح. لذلك حقيقة هناك أهداف ثلاثة:
الهدف الأول هو أن عندما تخرج الجامعات العراقية من الجودة سيشجع عملية ذهاب الطلبة العراقيين أو إجبار الطلبة العراقيين على بعثات خارجية بحجة، ولذلك أغلب البعثات الخارجية أين تذهب؟ تذهب إلى إيران، وترى أن هناك يعني جامعات ما أنزل الله بها من سلطان، بل في إيران هي عبارة عن دكاكين صغيرة عليها يافطات اسم جامعة يتم دراسة بها الطلاب بطريقة عدم الدراسة وإعطائهم شهادات، وللأسف يتم الاعتراف بها. هذا مما أفقد كثير من الكفاءات العراقية مكانتهم داخل المجتمع، وبالتالي تعمد تعيين هؤلاء الجهلة في مؤسسات الدولة حتى لا يستطيعون إدارتها تمهيدا للخطوة الثانية وهي مرحلة الاستيطان، الذي انتقلنا من مرحلة أخذ المناطق والتغييرات الديموغرافية إلى مرحلة تسليم دوائر الدولة العلمية والخدمية إلى كوادر فيما أجنبية. لذلك عندما يذهب وزير الصحة، نعم عفوا، فيما يخص ذكرت الخدمية لنجتزئ هذا المؤسسات الخدمية لنقل مثلا المستشفيات الخاصة التي تديرها أو تملكها ميليشيات في العراق، يتم تهديد الطبيب بالقتل إن لم يعمل عمليات جراحية داخل هذه المستشفى التي بالتأكيد هي تابعة لميليشيات وأحزاب تدعمها إيران. أليس من حق الطبيب أن يهاجر يترك العراق خوفا على حياته؟ يعني من المؤكد أن هذه الخطوات التي يعتمدونها بالتأكيد يعتمد من خلال تهجير، هي الخطوة الثانية التي أسلفت لك، عندما تخرج الجامعات وعندما يتم تهديد الكفاءات بالتالي سيذهبون بالتأكيد إلى خارج العراق. هذه محصلة طبيعية لعدم وجود الأمن ولعدم وجود هناك سلطات حكومية تعتمد على التخطيط. عندما نقول سوء تخطيط وزارة التخطيط هو السوء المتعمد في هذه القضية، وبالتالي عندما يجبر الطبيب على الهجرة خارج العراق والوصول إلى المرحلة الخطيرة التي ربما نتكلم عنها وهي عملية الاستيطان الوظيفي للأجانب داخل مؤسسات الدولة، وبالتالي عندما تأتي هذه المستشفيات الخاصة ومراكز التجميل وعمليات قص المعدة أو إنزال الوزن وما يسمى بانتزاع الدهون أو شفطها، هذه كلها مراحل حقيقة أنتجت بطريقة وحشية داخل المجتمع العراقي، ولذلك ترى أن في كل منطقة معينة وفي كل قضية يتم إحداث مراكز تجميل وغيرها. كل هذه الحقيقة واجهات تعمل فيها الميليشيات على عدة سيناريوهات. السيناريو الأول هو عملية إيتاء أجانب إيرانيين، ولذلك عندما نقول إيرانيين لأنه وزارة الصحة تذهب إلى الجانب الإيراني. طيب لماذا لا يذهبون إلى من البلدان المجاورة الناجحة في عمليات الصحة؟ إيران ليست دولة ناجحة في الموضوع الصحي. لماذا لا يتم مثلا التعاقد مع كوادر صحية أردنية إذا كان هناك نقص؟ يعني أنا هنا لا أدعو إلى التعاقد مع أجانب بالمطلق، العراقيون كفيلون بإدارة مؤسساتهم الطبية وكذلك الخدمية إذا توافرت الأمن وعدم هجرة الأطباء، وكان هناك تخطيطا في قبول طلبة الطب في الكليات وعدم السماح للكليات الأهلية بإحداث كليات طب. هذا كله حقيقة بالتأكيد سيجعل من هناك ثروة بشرية لكوادر علمية تلتحق بمؤسسات الدولة تستطيع النهوض بها. لكن فلنفرض أن العراق بحاجة إلى كوادر طبية في مؤسساته الطبية لوزارة الصحة، لماذا لا يذهبون مثلا إلى التعاقد مع الأردن لأنه ناجح في السياحة الطبية؟ لماذا لا يذهبون إلى تركيا؟ لماذا لا يذهبون مثلا إلى دول أخرى كمصر كغيرها؟ لماذا فقط تنحصر وزارة الصحة مع الجانب الإيراني وهم فاشلون؟ وما الضمانة في عملية تدقيق الشهادات للكوادر الذي سيتم التعاقد معها؟ ربما هذه الكوادر هي كوادر أمنية بحجة وظائف
صحية يتم جلبهم من العراق لصرف رواتب لهم. ما الذي يجزم أن هؤلاء هم ذو مهن طبية يمكن أن يستفاد منهم داخل المستشفيات؟ لذلك عملية التهجير والتهديدات هي من أجل الوصول لمرحلة تسليم هذه المؤسسات الحكومية سواء كانت الطبية أو العلمية أو الجامعية أو الخدمية لصالح الموظفين الإيرانيين. وهذا هو الاحتلال الثاني من النوع الثاني الآخر الذي حقيقة سبقه التغييرات الديموغرافية في المناطق منزوعة السكان وغيرها، ونتكلم عن 7 مليون مهجر عراقي خارج العراق بسبب عمليات القتل وعمليات الاستيلاء على المدن وغيرها. إذا ما يحدث الآن من عملية استهداف الكفاءات العلمية في العراق هو مشروع متعمد ممنهج ذا جذور ترعاه إيران بشكل واضح تماما، وتنفذه أحزاب السلطة وميليشياتها المسلحة ضد الكفاءة العلمية العراقية بمختلف اختصاصاتها. نعم أستاذ عبد القادر، ابقى معي لو سمحت. دكتور عرفان، إذن هو مشروع يدخل ضمن إطار حتى التغيير الديموغرافي مثلما تحدث الأستاذ عبد القادر النايل، عندما تكون المؤسسات الصحية تابعة للميليشيات، عندما يطرد أو يهجر الطبيب الكفوء التعبان على نفسه، الخادم للمجتمع والناصح عندما يذهب إلى خارج العراق ولن يعود، هنا احتلال إيراني من نوع آخر للمؤسسات الصحية مثل ما صار احتلال لباقي المؤسسات الخدمية الأخرى. كيف تنظر إلى الواقع الصحي المستقبلي الآن؟ الأجيال في العراق مقبلة على تحديات مستقبلية، يعني ابتدأت بالكورونا ربما أو لم تنتهي، الكثير الحمى النسفية، الكثير من الأوبئة والأمراض الفتاكة حتى، يعني نتيجة تداعيات حرب 2003 الكثير من الأمراض التي أصابت الناس. هنا الأجيال مهددة، واقع صحي متدهور ومنحدر. يعني العراق إن كان أولى عليه مثلا استقطاب أطباء من بريطانيا مثلا، أو على الأقل من الدول المجاورة المتطورة في الطب كالأردن أو تركيا. معايير لا توجد، ومثل ما تفضل الأستاذ عبد القادر النايل، كيف تنظر دكتور عرفان إلى مستقبل الواقع الصحي الذي يزدهر الآن بأطنان من الحبوب السائبة في الشوارع دون رقابة، بكوادر سوف يتم جلبها من إيران لا يعرف أولها من آخرها؟ دكتور، أنا يعني أثني على ما قال الدكتور أو الأستاذ عبد القادر عن موضوع أنه هو هذا مثل ما قلت لك بالبداية أنه هو عبارة عن موضوع سياسي بحت. هذا الموضوع فرض على العراقيين وغنى له الكثير من سياسي الدولة وسياسي الصدفة في العراق، وهذا الغرض من عنده تحقيق مكاسب. هذه المكاسب تعود لهم لمنافعهم الشخصية. لكل بلد لما يدخل مثلا عدد من الطلاب في الصف الأول من كل سنة، يعني خلينا نقول في سنة في عام 2023 دخلوا 1 مليون طفل في الصف الأول في المدارس الابتدائية من زاخو إلى الفاو، هذا معناه أن هنالك 1 مليون شخص وصلوا إلى مرحلة الشيخوخة. إذن صار هنالك تحديين. التحدي الأول هو أن هؤلاء الأطفال اللي موجودين يحتاجون إلى رعاية صحية، رعاية مدرسية، صحة مدرسية متكاملة، رعاية نفسية متكاملة. في نفس الوقت هؤلاء الذين دخلوا إلى مرحلة الشيخوخة، دخلوا إلى عمر الشيخوخة، يحتاجون إلى رعاية طبية أيضا. هذه الأمور لم تلتفت لها المؤسسات الصحية والمؤسسات صاحبة القرار في العراق مؤخرا، وبالتالي أصبح مرض مثلا مرض كورونا مرض فتاك داخل العراق ومرض خطير، قتل الكثير من الكوادر الطبية، قتل الكثير من المرضى، الحمى النسفية، حمى القرن. هاي الأمراض اللي كانت موجودة بالعراق سابقا حتى كان قبل الاحتلال لكن مسيطر عليها. هذه عدم المقدرة على التخطيط الصحيح، عدم المقدرة على توفير الكفاءات الصحية الحقيقية ذات احنا نقول عليها الباك جراوند، ذات الاصول الطبيه المتميزه،
هذا ادى الى تدهور هاي الامور، اضافه الى يعني مع جل احترامي لاغلب ابناء الشعب العراقي، لكن هنالك الكثير يقع تحت مستوى التخلف. هذا التخلف اللي خلى الكثير منعتهم ينقادون الى تلك الجهه الدينيه او تلك او اخرى، وبالتالي ادى هذا الموضوع الى تفشي الامراض وعدم مراجعه الدوائر يعني مؤسسات الصحه في العراق. العراق الان مقبل على تحديات اكثر وعلى امراض اكثر كانت موجوده، انا ما اقول انه هذه الامراض لم تكن موجوده بالعراق، لكن تم السيطره عليها. هذه الامور دكتور تحتاج الى تخطيط صحيح. يعني المؤسسات الصحيه بالعراق ذات القرار يجب ان تتخذ الخطوه المناسبه. احنا الان خلينا نقول مثلا في بريطانيا بحاجه الى طبيب ممارس، فرضا يعني الان بحاجه الى طبيب ممارس، عقدوا كل الهمم من اجل ان يزودون عدد المتدربين في هذا المجال اللي هو طبيب الممارس، احنا نسميهم الجي بي. هذا الموضوع ما موجود بالعراق. يعني مثلا طب الطوارئ صار له ايش قد صار له موجود في دول العالم، لكنه لم يصل الى المستوى المطلوب في داخل العراق. وبالتالي يعني احنا نحاول قدر الامكان بدنا نسوي مثلا يعني كورسات لاطباء الطوارئ، لكننا نجابه بالكثير من الاخفاقات في 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 عرض هذا الكورس وذاك الكورس، لان هنالك عدد الطبيب ما عنده ذيك احنا نقول عليها النفسيه الملائمه اللي تخليه انه يدخل هذا الكورس، لانه يفتقر الى الامان، يفتقر الى الضمان داخل البلد. اطباء يعني هذا ادى الى الهجره، وبالتالي ادى الى تدهور الخدمات الطبيه داخل البلد. نعم دكتور عرفان، ابقى معي لو سمحت. استاذ عبد القادر، ليس فقط في المجال الطبي، في جميع مجالات الخدمية في العراق، المجال التعليمي والتعليم العالي والصحي والزراعي والصناعي، هناك موضوع مهم جدا، موضوع القطاع الخاص، هو النواة الذي يعني يتحدث عنه اقتصاديون وخبراء في الاقتصاد، يقولون إن القطاع الخاص هو اللبنة التي ممكن من خلالها الوصول إلى النهضة أو بداية النهوض. في العراق القطاع الخاص محارب، القطاع الخاص تؤخذ منه الإتاوات عن طريق ميليشيات مدعومة من إيران، المستثمر مهدد بحياته في العراق. هذا الأمر بالتالي فجر ثورة في عام 2019، كانت هذه الثورة تطالب بالحقوق وتطالب بالعدالة وبالمساواة والحرية وإلى آخره. حالهم كحال باقي الدول عبر مواقع التواصل الاجتماعي. الآن عقلية الشاب العراقي عقلية متفتحة جدا ومنفتحة الآفاق. الآن في خضم هذه الظروف التي يعيشها العراقيون والشباب العراقي، غياب القطاع الخاص كيف سيلقي بظلاله على آمال وطموحات الشاب العراقي الذي لا زال يطمح بمستقبل؟ إذا ما نظرنا إلى الإدارة الناجحة لبعض الدول وأخذناها معيارا، ولا نتكلم هنا عن الدول الكبيرة بالإدارة، نتكلم عن الدول التي ربما تشابه ظروفها ظروف العراق وربما واقعها الاقتصادي أقل بكثير من العراق، نجد أن هذه الدول سر نجاحها هي عملية أن 60% من وظائفها تعتمد على القطاع الخاص وليس على القطاع الحكومي، وبالتالي توفر بيئة آمنة للعمل، وهذه البيئة تنعكس على بيئة أنه هناك عوائل يمكن أن توفر لها لقمة العيش والضمان الصحي وما إلى ذلك من أمور تساعدها على استمرار حياتها، وبالتالي هذا ينعكس على المجتمع. نتكلم عن مجتمع موفر له خدمات، وبالتالي أسرة يمكن أن تترابط في مصدر رزقي وفي مصدر وظيفي، فضلا على أنها تعتمد أيضا على أن تكون هذه القطاع الخاص بمجمل مؤسساتها رافعا من روافع
البناء للبلد من كافة الاتجاه، سواء كانت صناعية أو زراعية أو صحية أو خدمية أو ما إلى ذلك من الأمور الأخرى. وصلت المرحلة حقيقة إلى يتم إعطاء حقيقة عمليات البلديات إلى قطاعات خاصة والتعاون مع قطاعات خاصة حتى يتم إشراك المجتمع وحتى يتم توفير بيئة آمنة للجميع. هذه في الدول التي يمكن أن تسجل عليها أن لديها إدارة ناضجة. للأسف في العراق الآن تعتمد على الوظيفة الحكومية بنسبة 100%، والترهل الوظيفي الحاصل في العراق ترهل خطير تماما. يعني نتكلم عن ميزانيات تذهب أكثرها لميزانيات تشغيلية للرواتب. المصيبة الأكبر بهذا الملف أنه أغلب هذه الرواتب هي وهمية فضائية كما هم يقولون، أطلقوا على هذا المصطلح، لا وجود لها. هذه الوظائف يتم الاعتماد على تسجيل أسماء، ربما أنت خارج العراق وأنت مسجل داخل العراق بوظيفة ويستلم باسمك راتبا، وبالتالي هذا الفاسد المدير أو الحزب أو صاحب الميليشيا المسلحة يأخذ هذه مجموعة الرواتب. وصلنا إلى هذا الانحطاط الكبير. لذلك استهداف القطاع الخاص أيضا مشروعا إقليميا. للأسف الشديد كله يرتبط بإيران. نعم هناك بعض الاستهدافات للصناعات العراقية من قبل الولايات المتحدة الأمريكية أو بعض الدول التي لا تريد العراق النهوض حتى يعتمد عليها في الشراء، لكن الأكثر من 70% استهدافات المصانع والقطاع الخاص هو من إيران، لأنه حقيقة إيران استفادت من هذه الأطر وهذه الاستهدافات وإيقاف عجلة المؤسسات الخاصة حتى يتم إعطاء أو تزويد العراق وبيع العراق ما يحتاجونه، وإلا فإن العراق يستطيع الاكتفاء الذاتي. وهنا سأضرب لك مثلا حيا، المزارع العراقي بجهده وبتعبه الخاص من دون مساندات لوزارة الزراعة الحكومية وبدون أي خطة زراعية، في كل سنة وصلنا إلى أننا نعلن أو يجبرون على إعلان الاكتفاء الذاتي من زراعة الحنطة ومن بعض المحاصيل. قبيل الحصاد يجري عملية إحراقها بطريقة عجيبة غريبة، وتمتد الحرائق على مستوى العراق. إذا ما نظرنا أن من أين يستورد العراق مواده الغذائية والمواد الخضار وغيره، نجد أن إيران، ونجد أن عمليات الإحراق تقف وراها ميليشيات مسلحة مدعومة من إيران. إذن عملية استهداف كل القطاعات الخاصة هو للأجل أنه يجبر العراق على الاستيراد من إيران، وبالتالي رأيتم في فقرة واحدة وهو تصدير الغاز الذي العراق يحرق أكثر مما يستورد من إيران مجانا، يحرقه في الهواء 10 مليار دولار، وجرت تسديدها بفترة وجيزة من حكومة السوداني، ورسميا أعلنت إيران أنها قد أخذت أموال الغاز، وبالآونة الأخيرة تستخدم مأساة الكهرباء لزيادة الضغط من الشعب العراقي حتى يتفاوضون مع الأمريكان لإطلاق مجموعة من المليارات الدولارات لصالح إيران. إذن حتى في قضية الإيفاء بما يستفيدون منه بطريقة يعني لئيمة، يعني وتتعاون هذه السلطات بل تبرر قطع الغاز الإيراني. طيب ما الإيرانيين قد استوفوا حقوقهم، ونحن نعيش الآن في قضية لاهبة من الارتفاع درجات الحرارة ويعاني المواطن العراقي. لو كانت هناك مؤسسات حقيقية تعمل على إعادة الكهرباء إلى العراق، هل نجد أن القطاع الخاص سيفشل في هذه القضية؟ ما هو القطاع الخاص استطاع أن يعيد الكهرباء في تسعينيات القرن الماضي، والعراق محاصر لا يستطيع إدخال أي مادة أولية من مواد الصناعات. وهنا السؤال الذي يطرح نفسه، العراق لغاية 2003 يستخدم محطات التوليد الكهرباء باعتمادها على مشتقات النفط الأسود، لماذا تحولت إلى غازية؟ هذا كله يقودنا إلى أن عملية استهداف وتحويل القطاع الخاص إلى ما تستفاد أو ما تصدره هذه الدول لصالح اقتصادها على حساب اقتصاد العراق. لذلك هذا الاستهداف الممنهج للقطاع الخاص له أجندات من أجل إيقاف، وإلا نحن تكلمنا سابقا بإحصائية بسيطة من قبل رجال الأعمال والمهندسين، نمتلك أقل في العراق من 15,000 مصنع، يعني أكثر بالحد الأدنى نتكلم عن 15,000 مصنع، مصانع النسيج، مصانع الاسمنت، مصانع تكرير النفط، كثيرة هذه
مصانع، أقل تقدير أنها توفر 500 ألف وظيفة للقطاع للخريجين بمختلف اختصاصاتهم. نحن نحتاج إلى الإداري، نحتاج إلى المهندس، بل حتى هذه المؤسسات مفروض يعني يفرض عليها توفير وحدات صحية، يعني حتى خريجي الصحة لابد أن تكون هناك وحدات صحية كما موجود في الصحة المدرسية وغيرها داخل هذه المؤسسات. إذا نحتاج كل الاختصاصات، لماذا يتم إغلاق هذه المصانع؟ طيب. لماذا لم يتم فتحها؟ الجواب واضح تماما، أنه تدمير الملف الخاص أو القطاع الخاص هو مشروع أيضا تعتمد عليه هذه السلطات الفاشلة. نعم. بتبعيتها للاحتلالين الأمريكي والإيران. نعم سعد القادر، ابقى معي لو سمحت. دكتور عرفان، القطاع الخاص عندما نعكسه على الواقع الصحي، هل سنشهد ربما مستشفيات خاصة إيرانية بعد مرحلة جلب كوادر طبية إيرانية؟ هل سنشهد أن يكون هناك قطاع خاص ولكن ليس لصالح العراقيين وإنما لصالح إيران في العراق؟ هو تم إنشاء مستشفيات خاصة، أو تم رفض القطاع الخاص الطبي الخاص في العراق بكوادر بكوادر إيرانية عن طريق المتنفذين اللي موجودين، وهذا راح يؤدي بدوره إلى أنه يزيد عدد هذه المؤسسات الطبية الخارجية، احنا نقول عليها غير العراقية، راح يزيد عددها، وبالتالي راح تصير سيطرة حتى على مراكز صنع القرار داخل وزارة الصحة. يعني هذه واحدة من الأمور اللي احنا الحقيقة اللي لاحظناها مؤخرا. يعني مثلا أصبح الاستثمار الخاص في قطاع الصحة أصبح على حساب القطاع الحكومي، يعني الاستثمار الخاص على حساب القطاع الحكومي. هذا مو محبة بالعراقيين، هذا المستثمر راح يجيب العمالة اللي هي الوافدة لأسباب كثيرة، بأهمها أهم هذه الأسباب هي يعني الفساد الإداري، الفساد المالي، إنه هذا حتى راح يحصل على يعني على دفع أكثر. أحد الإيرانيين ذكر في إحدى اللقاءات التلفزيونية أن هنالك أكثر من 180 ألف عمالة إيرانية داخل العراق، وهذه 180 ألف يأخذون راتب $1,000 شهريا، يعني بما معنى أكثر من مليون تومان. هذا المبلغ لما يروح يدخل إلى داخل إيران، هذا هو دعم للاقتصاد الإيراني، للاقتصاد خارج العراق. فالقطاع الصحي الخاص داخل العراق تم اختراقه للأسف، والمخترقين في هذا القطاع الصحي هم المتنفذين السياسيين المتنفذين الذين جاءوا بعد الاحتلال، وهم الذين الآن يستقدمون العمالة الأجنبية ودون أي رادة. طيب أنا أتوقع حتى بدون أي دكتور عرفان، كما أي تعلم يعني امتحانات خاصة لي كما تعلم الأطباء. عندما نأخذ مثلا فصل الصيف تشهد المستشفيات الحكومية بشاعة، ليس هناك كهرباء، ليس هناك سديات تكفي للمرضى، الأرض ليست نظيفة، كلها دماء، الكادر الذي يقوم بالإشراف على هذه المستشفيات الحكومية ليس كادر نزيه، يا ترى هل يراد أن تكون بيئة المستشفيات الحكومية بيئة طاردة للمرضى، الناس تخاف منها؟ عندما تم احتلال العراق وخطة احتلال العراق، كان الهدف من عنده تدمير المواطن العراقي. يعني المواطن العراقي، العراقيون بناة حضارة، هم الذين بنوا حضارة وادي الرافدين والحضارة الآشورية وحضارة بابل وسومر. هؤلاء يعني لما أمريكا أرادت أن تحتل العراق مع حلفائها أرادوا تدمير العراق، فكيف يتم تدمير العراق؟ مو أمريكا هي اللي تدمر العراق، سلمت العراق لمن هم يعني أداة لتدمير هذا البلد. في التسعينيات القرن الماضي كنت أنا رئيس أطباء مقيمين في إحدى المستشفيات العراقية، اللي كنا في زمن الحصار، اللي كنا نعاني من توفر الخدمات الطبية، توفر الأدوية، كنا نشوف أطفال يموتون قدامنا بسبب عدم وجود علاجات، لكنه قدرنا أنه ندير هذه المؤسسات الصحية بكوادر طبية عراقية 100%، بل
اصبح عندنا كثير من الاطباء اللي هم سووا بحوث ودراسات صار لها صدى في كل دول العالم. الهدف من هذا من ما يحصل الان دكتور هو تدمير المواطن العراقي. لكي تدمر بلد كامل دمر المواطن العراقي. هذا المواطن هو اللي راح يترك المستشفى العام ولان ما بها اي مستلزمات راح يروح الى مستشفى خاص، وهذه المستشفى الخاص راح تبدي تاخذ تسحب من عندهم فلوسهم. وشفتوا صارت كثير من المآسي، كثير من المستشفيات في بعض المحافظات، في محافظات الوسط والجنوب، ناس يعني سووا شكاوى عليهم لانه استنزفوهم ماديا ولكن لم تكن هنالك عنايه طبيه صحيحه لهم. اذا تدمير المواطن العراقي هو الهدف مما يحصل في داخل البلد دكتور. شكرا دكتور عرفان. استاذ عبد القادر النايل، اخيرا يعني هناك مصادر حكوميه تتحدث او برلمانيه تتحدث عن ان هناك مليار دولار يعني تصرف من قبل المواطنين العراقيين على المستشفيات الخاصة. هذه المستشفيات يعني تابعة لجهات لأحزاب يعني. هذا الأمر من وجهة نظرك يعني أليس من الأولى أن هذا المليار دولار مثلا كل سنة أن يستفيد منه العراقي؟ ما الجدوى من بقائه في جيوب الأحزاب والمستشفيات الحكومية بلا كهرباء والأرض مليانة دماء والأوساخ والبيئة الطاردة للأهالي والالتجاء فقط إلى مستشفيات تتبع للأحزاب؟ هذا الأمر من يدفع ثمنه؟ يعني بالتأكيد يدفع ثمنه مرتان. المرة الأولى هو الشعب العراقي بالتأكيد، المرة الأولى من ميزانيته المالية التي تصرف وزارة الصحة ميزانية ضخمة كما للوزارات البقية، ثم يعود المواطن مرة ثانية يدفع من جيبه لهذه المستشفيات الخاصة ولغيره. نتكلم عن مليار مصروفات المواطنين باتجاه المستشفيات الخاصة طبعا، وكل هذا يعتمد على غسيل الأموال لتهريبها خارج العراق من قبل هذه الأحزاب. هناك هذه المستشفيات الخاصة، قرية دجلة، معروف إيش، المطاعم، كلها تعمل في طريقة، طبعا هذا تحتاج إلى أكثر من حلقة كاملة لتسليط الضوء على غسيل الأموال بهذه الطرق الخبيثة، مطاعم، كوفيهات، معروف إيش، التي تنفذها الأحزاب. هذا المليار هو يدفعه المواطن من جيبه من أمواله الخاصة بناء على أن أمواله التي ذهبت إلى الصحة وغيرها من الوزارات الأخرى ذهبت إلى جيوب الفاسدين. ويعني أعطيك يعني نموذج آخر أجنبيا، مركز أبحاث أمريكي استطاع أن يحصي اقتصاديا أن العراقيين يدفعون بالشهر الواحد 2 مليار دولار على المولدات الأهلية للكهرباء. وقس كم تصرف وزارة الكهرباء، و2 مليار دولار ليست كافية بإنتاج محطات كهربائية؟ لو المواطن العراقي والعراقيين يجمعون الأموال من مالهم الخاص لإنشاء محطات كهربائية لحلت المشكلة. نعم صح. كذلك المليار دولار الذي يصرف على المستشفيات الخاصة، أكبر مستشفى في الكويت وفي تركيا كانت تكلفته مليار، فيه أكثر من 836 غرفة صحية عدا الملحقات الأخرى بالمستشفيات. من أضخم المستشفيات في الشرق الأوسط مستشفى فتح في تركيا والآخر فتح في الكويت، تكلفته المادية مليار دولار. إذن هذا المليار الذي يجمعه العراقيون كفيل بأن يبني في كل سنة مليار، وبالتالي نستطيع خلال 20 عاما الماضية لبناء أكبر مستشفيات في الشرق الأوسط في كل محافظة. لذلك ما يصرفه العراقيين خارج العراق أكثر من 5 مليار دولار. القضية لا تتعلق فقط في داخل العراق، يجبر العراقيون الآن على أخذ مرضاهم إلى خارج العراق من أجل إنقاذ أرواحهم، وبالتالي تعلم تماما هناك تكلفة مادية سواء كانت في تركيا أو في الأردن أو في إيران أو في مناطق أخرى أو في الهند. وهذا ما قدمه نظام المحاصصة للعراقيين. شكرا جزيلا أستاذ عبد القادر النايل، عضو اللجنة العليا للميثاق الوطني العراقي، ضيفي عبر سكايب. وشكرا جزيلا للدكتور عرفان يونس الشمري، الطبيب العراقي، ضيفي عبر سكايب. شكرا لضيوفي الكرام.
في الختام مشاهدينا الكرام تقبلوا مني أطيب تحية، إلى اللقاء.